ماليزيا، ولكن والله هجمه خطيره وبدا ممتازه بالنسبه لمنتخبنا الفلسطيني في لقاءات اليوم. هذه التغطيه العكسيه من محمد زبير، طلق كورته بره على طول ركنيه لصالح المنتخب الفلسطيني. بادي بدايه قويه يا رب. الركنيه بقدم محمود عيد، محمود عيد وعرضيه قويه عاليه، لمسه من الحارس على طول مالس متابعه وتاخد طول السد واستلم من بابلو برافو، لمسه تصويبه قويه والهدف جوه الجول جوه الجول. الهدف 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 الاول، تصويبه جميله قويه قربه جايه بالقدم اليمنى بقدم النجم مصعب البطاط عشان يعملها ويولعها ويشعللها. ايوه كده، ولعوها 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 النجوم المتالقين المبدعين الفدائيون يتالقون في هذه المباراه. النجم الكبير الفداء الكبير مصعب البطاط، الله الله الله، تسلم لي رجليك وايديك وعينيك وتسلم لي والله كل حته فيك منتخب فلسطين. وهدف اول جميل بقدم النجم مصعب البطاط في الدقيقه التاسعه من عمر الشوط الاول. قلت لكم مشاهدين الشوط الاول، هذا هو تامر صيام بيلعب في نادي شباب الخليل، لاعب عمره 22 سنه عمره، كلكم معظمهم لاعبين شباب. هجمه عدوا في العرضيه، هوب الهدف الثاني، الهدف الثاني جوه الجول جوه الجول، الثاني الثاني الثاني، عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني. مش ممكن مش معقول، مش ممكن مش معقول، دي مش كوره، دي مزيكا، دي مش كورة، دي حلاوة، دي مش كورة، ده جمال. منتخب فلسطين بسم الله ما شاء الله متقدم بتفوق، متغلب اليوم على منتخب ماليزيا بهدفين مقابل شيء. بص الهجمة، بص الجملة، بص الروح والعزيمة، بص الجمعية الرهيبة الموجودة اليوم في أداء منتخب فلسطين. اللمسة حلوة من تامر صيام والعرضية رائعة من ماتيس، ومتابعة جميلة جدا عشان يسجل الهدف الثاني بقدم النجم سامح مرعبة. هدف ثاني لمنتخب فلسطين، فرحة ثانية لشعب جميل عظيم مكافح هو الشعب الفلسطيني. 2 لا شيء، هدف في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول. 2 لا شيء، منتخب فلسطين متقدم هدفين. هجمة هجوم معاكس، هدف فارق خطيرة جدا من تقطورة، تصويب ولكن ممتاز، توفيق علي يتألق، توفيق ابن الحاج علي. أيوة كده يا زلمة، أيوة كده يا زلمة، التألق موجود والإبداع موجود للاعبي ونجوم فلسطين في لقاءات اليوم. صدى حلوة من التوفيق ابن الحاج علي، يتألق ابن الحاج علي ويحط ايديه ويطلع كورته بره الملعب، ركنية موجودة لصالح منتخب ماليزيا. الركنية تاريخ منتخب فلسطين كل من فهد عتال وأشرف نعمان، هم دول هدافين لمنتخب فلسطين. هجمة عدى وفهد المهارة، المهارة والهدف جوه الجول جوه الجول. الهدف الثالث، الهدف الثالث، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مش معقول مش معقول مش معقول. المهارة موجودة والفنيات موجودة، العب يا فنان، العب يا موهوب، العب يا ساحر، سجل كمان وكمان. بص الهدف وحلاوته، بص المهارة، بص الامكانيات، القدرات كبيرة جدا في اداء النجم تامر صيام. عدى من كل اللاعبين، عدى من كل الناس ويحطها بمهارة كبيرة جدا بالقدم اليسرى بقدم نجم النجوم، هداف الهدافين، قناص القناصين، جلاد الحراس تامر صيام. هدف مزيكا مزيكا. عاوز اقول لك حاجه النهارده، هقول لك ايه، انا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك على البال، انت وبس حبيبي، وحدك بس حبيبي. هدف عالمي بقدم النجم العربي الفلسطيني تامر صيام، يعدي حلو قوي ويسجل هدف جميل، احلى الاهداف. ولكن بره الملعب ضربه مرمى لمنتخب فلسطين، تصويبه قويه السنده تصويب ولكن بعيده، راس محمود عيد، لمسه موجوده على الطرف اليمين لمنتخب فلسطين. هجمه المهاره، عدى وفات النجم طبعا ماتيس، عدى النجم ماتيس، شوف على كورته ماتيس، هذا هو ماتيس حيزوه لاعب فلسطيني. المهاره الله على المهاره، عدى وفات، عدى منتخب الطرف ماتيس والعرضيه والراسيه جوه الجول جوه الجول جول 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 جول. الهدف الرابع، الهدف الرابع، راسيه
في شباك مرمى منتخب ماليزيا. ياه 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 يا على المهارة، يا على الجمال، يا على الروعة، يا على الفنيات الكبيرة. بص شوف لاعبوا نجوم منتخب فلسطين بيعملوا ايه، يتلاعبوا بلاعبوا نجوم ماليزيا. بص المهارة حلوة ازاي والفنيات رائعة ازاي. بص المهارة بلمسة جميلة السحرية من النجم ماتياس، عدى بلمسة حلوة ولعب عرضية ومتابعة للصار الفلسطيني، متابعة للفداء الفلسطيني براسية جميلة لنجم النجوم المخضرم الكبير كبير الليلة ونجم الليلة خضر يوسف رقم 20. يسجل مشاهدينا الرباعية 4-0، 4-0 منتخب فلسطين 4 ومنتخب ماليزيا 0. قلت لكم مشاهدينا كل الخير وكل الفرحة وكل السعادة اليوم، والحمد لله النهاردة يوم فرحة، النهاردة يوم سعادة، النهاردة يوم ولا يوم حلوة. تصل للبطاط، تحضير بالنسبة للاعبين نجوم فلسطين، لمسة موجودة، انطلاقة موجودة، بعرضية عالية من الصيام، خطير راسية والهدف جوه الجول، جوه الجول. الخماسية الخماسية الخماسية، خمسة وخماسة، خمسة وخماسة، الراسية الراسية جميلة من سامح مرعبة، من عرضية غير عادية، عرضية ساحرة بقدم من نجم تامر الصيام. بص تغريم الملعب، تغريم الملعب حلوة قوي، وعرضية ساحرة جدا جدا من الصيام، وراسية بخبرة السنين وبخبرة السنوات وبخبرة النجم الكبير، النجم الكبير سامح مرعبة. يسجل مشاهدينا الخماسية اليوم 5 أهداف لمنتخب فلسطين في مرمى منتخب ماليزيا. مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش معقول هذا الكلام، مش ممكن هذا اللقاء، مش معقول هذا الحوار، قصة وحكاية ورواية لقاء اليوم بكل تأكيد. على اليمين جميلة، خطيرة سريعة، منطقة خطورة، لما كورته حلو للعمري والعرضية عالية، تعدي منطقة خطورة، لكن البطل موجود، حط جسمه حلو قوي بخبره، تمركز دفاع جيد من لعيبه فلسطين. بص على البطاط، حط جسمه سابها وتلعب بره، رميت ضربه مرمى لصالح منتخب فلسطين. حتى الان يمكن دفاع فلسطين النهارده افضل بكتير من دفاعاتهم امام المنتخب السعودي، تمركز دفاع جيد، خطوطهم متقاربه، في تفاهم وانسجام واضح بين البطاط مع حربي، مع ابو خميس، مع عبد الله جابر، دور رباع خط الظهر النهارده في لقاءات اليوم. هم برضه كانوا رباع خط الظهر في اللقاء السابق امام المنتخب السعودي، ولكن النهارده تفاهم افضل، انسجام اروع في اداء الرباعي الدفاعي في دفاعات فلسطين. على الارض محمد درويش، ارفع راسك انت عربي، ارفع راسك انت فلسطيني. هجمة على الشمال خطيره، هوب العرضيه والهدف جوه الجول، جوه الجول. السداسيه 6-0، 6-0 منتخب فلسطين. ياه 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 ياه، مش ممكن، مش ممكن، مش معقول. يا على الهدف، يا على الحلاوة، يا على الجمال، يا على الروعة، يا على كل الجمال في اللقاء. ادي العادة مرة تانية، الهجمة السريعة، الانطلاقة الرهيبة، وادي لمحة برؤية بعرضية جميلة ولمسة على طول بقدم النجم تامر صيام عشان يسجل هدف سادس. 6-0، 6-0، 6 منتخب فلسطين، 0 منتخب ماليزيا. هدف سادس بقدم اللاعب تامر صيام، هدفين للصيام وهدفين لسامح مرعبة وهدف لقلة من خضر يوسف والبطاط. 6 أهداف غير عادية النهاردة. يا على اللقاء وحلاوته، يا على اللقاء وجماله، مش ممكن، مش ممكن هذا الكلام مشاهدينا. 6-0 النهاردة يوم منتخب فلسطين لعب لقاءين، فاز في لقاء وانهزم في لقاء، منتخب ماليزيا لعب لقاءين، اتعادل في لقاء، ودي النهاردة هزيمة في لقاء الجولة الثانية في تصفية آسيا المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا. هجمة تصل لبن عزمي خطيرة، ولكن الدفاع من درويش، عدى منطقة خطورة، منطقة خطورة، هجمة على اليمين، محاولة خطيرة سريعة، لما قرط لسه في خطورة، خطورة موجودة من العمري، ودفاع قوي من أبو خميس مرة ثانية، ولكن بالخبرة قطعها بخبرة عالية جدا رقم 10 سامح مرعبه، ولكن في عاقة، في عرقلة، في فاول لمنتخب فلسطين. دخلنا على الدقيقة الثانية والأخير، خلاص آخر 60 ثانية على نهاية المباراة. مليون مبروك لشعب فلسطين الحبيب على الفوز الكبير والأداء الكبير النهاردة على منتخب ماليزيا. كل التوفيق، كل الخير والسعادة، كل الأمن والأمان والاستقرار لشعب فلسطين، وإن شاء الله بكرة أفضل من النهاردة بإذن الله، بإذن الله. فاول وإصابة لمحمد بن عزمي،
وفاء لمنتخب فلسطين. خلاص اخر هجمه، اخر هجمه في المباراه. فوز كبير باداء يرفع الراس، اداء مشرف لمنتخب فلسطين. ارفع راسك انت فلسطيني، ارفع راسك انت فلسطيني. بعد الاداء الكبير منتخب فلسطين، توفيق علي والهجمه على اليمين اماميه في نص الملعب، استلام من ماتياس على ارض ورا للبطاط، استلام للحربي وحكم اللقاء بيصفر